يبقى زي ما اتفقنا كل حرف معانا ليه اسم وليه صوت، كل حرف معانا ليه اسم وليه صوت. قلنا الأسامي زي حروف العربي ألف ب ت س ه لحد الآخر، تمام؟ نفس الشيء قلنا A B C D E F G H I J K إلى إيه؟ لحد إيه؟ حرف الزي. طيب تمام كده قلنا الحروف بتاعتها. طيب صوتها عامل زي ايه؟ اتفقنا تاني عامل زي الصوت او الحركات في العربي. يعني ايه الحركات؟ الفتحة والكسرة والضمة. قلنا اتفقنا خدنا مثال على حرف الب مثلا، قلنا في حرف الب ماله؟ لو حرف الب لو حطيت عليه الفتحة زي بقى با. حرف مثلا ناخد واحد مثال كمان، حرف لا 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 اللي هو حرف الدي اللي هو مثلا هقول شبه الدال، لو حطيت تحتها كسرة تبقى دي، لو حطيت عليها ضمة بالعربي تبقى دو. صح ولا غلط؟ نفس الشيء هي دي كده بقت أصوات، يبقى دي الأسامي ودي الأصوات، دي الأسامي ودي الحركات. زي ما قلنا قلت لكم الموضوع مش صعب خالص، هما بس بيكبروا لكم مواضيع زي ما اتفقنا. الموضوع سهل جدا لو ركزنا لمدة ثواني هنلاقي إن الصوت شبه الحرف قوي، الصوت شبه الاسم قوي، تمام؟ بس هما بقى مكبرين الموضوع، ويلا نعمل فيديوهات عن اصوات الحروف، يلا نحفظ اصوات الحروف. هي اصلا شبه اسمها، هي شبه اسمها، مش محتاجه الكلام ده كله. اه بصوا A A A sees A، كلمه sees دي احنا قلنا اللي هو الفعل ايه؟ say يقول. A sees يعني الـ A بتقول لنا A A A. B sees ب ب ب. اوعى تضم شفايفك لان انا لو ضمتها قلبت معايا البي التقيله اللي هي با با با. بصوا فرق الاثنين، يبقى بي سيز با 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 ب بعربي. مش هتلاقي نفسك ولا ضمم شفايفك ولا باذل مجهود في ان انت تقراها، هي بي با. حتى لو حاولت تضم مش هتحس ان انت بتنطقها غلط. لايك بوك، بص يبقى انت بوك زي ما ينفعش اقول بوك، ما ينفعش اقول با با مش جايه اصلا، لكن بصوا بنطقها عادي خفيفه قوي. بوك لايك بوي، ولد بص ولد بوي، كره بول. لكن التانيه دي تحس انك شقيان كده فيها، بتبذل مجهود. بصي كده ضم شفايفك وانت بتنطقها، حاول با با. شفايفي لازم تلمس بعض. بيتزا بيانو بليز، شفتوا مش الطريقه با. لكن لو جيت اقول بيتزا بيتزا تحس ان شفايفك كده مفتوحه، مش عارف اصلا عايز الناس بتضحك عليك. خلاص يبقى التقيله لازم اتقل على شفايفي او اضمها ببعض عشان تطلع لي صح. لكن دي لذيذه كده وخفيفه شبه البيه بالعربي بالظبط. بي سيز با. سي هي دي اللي مختلفه شويه عن كتابتها، بس احيانا بتنطق سي واحيانا بتنطق كا، وده هنعرفه بقيه الكورس معانا، تمام؟ احنا حاليا هناخدها اللي هي الصوت بتاعها اللي هو اغلب الحاجه الوقت بتجي لنا كا. سي سيز كا 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 كا. دي سيز دا. بذمتكم حاسين ان انا بقول حاجه؟ ما فيش اي حاجه، هم زي ما قلنا الموضوع كبير على الفاضي. بصوا شبه اسمه دي دا. الايه بقى؟ ايه بقى مش بتسمع؟ المس ودنك كده، كله المس ودنه يلا عشان افتكرها معايا. معلش دي مش هتيجي معاك غير كده لانها شبه الاي وشبه الاي. اي سيز ايه؟ يعني ايه؟ انت خليتينا نلمس ودنينا عشان نفتكر ان هي مش بتسمع. الايه مش بتسمع وبتقول لنا ايه؟ اي سيز ايه. بس لو ما عملتش حركه مش بتسمع دي صدقني هتتعب قلبي، واحنا بناخد الفرق ما بينها ما بين الاي والاي. مش هقول لك الاي كمان، الاي مقدور عليها، بنقول نفتح بقنا وبنجيب النطق بتاع الصوت بتاعها بسهوله. لكن الاي دي تمام بتتلخبط دايما مع دي، والله بيزهقونا في حياتنا لانها شبه الاي قوي، وهتعرفوا حالا. طب نحلها ازاي؟ خلاص بقى ما انا اديتك السر والتركايه، ايدك على ودنك فافتكر. مش انت لو مش سامع حد بتقوله ايه؟ انا مش سامعك معلش، انت بتقول ايه بس. هي دي اول ما اقول لك صوت الاي افتكر ودنك على طول. اي سيس ايه 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 ايه. اف ف انفخ بقى كده ف بس، ولا تقول لي فه ولا ما فهش، لا هي ف بس خلاص كده الصوت جه. جي سيز جا. رجليك كده خبطها لي على الارض سنه، ليه بس؟ خبط سنه بس على الارض عشان نفتكر بقى كلمه ايه؟ جراوند، ارض يعني جراوند. جا 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 جراوند، يبقى جي جا لانها برضو من الحاجات اللي مختلفه غير كتابتها زي السي. الاتش اتش بتضحك. ها ها هورس هات هن. تعالوا بقى شوف الاي اللي انا بقول لك شبه الاي دي. بص الاي بتقول لنا ايه؟ ايه. الاي بتقول لنا ايه والاي ايه.
انا كلامي صح ولا غلط، انك هتتلخبط. بص بص ايه ايه ده لو حد كبير هيتلخبط. اه اكيد، يعني اكيد مش بقول اي كلام، لو حد كبير هيتلخبط. يبقى اي ايه، اما الاي ايه ايه ايه. طب افرق ازاي الاي من صبا؟ انت ساعدتينا في الاي وقلت لنا مش بتسمع وهنلمس ودنينا. طب ممكن مساعده على الاي؟ انا كده كده هعمل لكم مقارنه ما بين الاثنين، بس هقول لك من دلوقتي الاي مكسوره مكسوره. افتكر كده، لا قدر الله رجليك وجعاك، بتحس ان انت كل شويه وانت ماشي نازل لتحت سنه كده، بتعرق كده سنه، هي دي. افتكر حرف الاي مكسوره، ما هي حرف شاي بقى لما جري وقع على رجليه، اما الاي وقع على ودنه. فالاي ايه ايه ايه. حتى هتلاقي نفسك، بص انا عامله لك هنا الرسومات بتاعت الاصوات الحروف، هتلاقيني بص كده لو انت بتضحك كده ضحكه وانت متضايق قوي كده اهو، بتحاول تبتسم، هي دي الاي. بصوا ايه عشان اجيبها كامله مكسوره، تمام. جي جي، بصي جي جا، كأن في حرف دي خفيفه قبلها، تمام. طب في ناس بلاقيها بتقولي جي جا، مش جا والله، مش جاي. عارف نفسك هتلاقي حسين تنطق غلط. الفرق ما بين بقى اللي دايس فونكس واللي مش بيدرسوا اصلا، يعني مثلا نجربها في كلمه مربع، هتلاقيه بيقول لك جام جام بس كده خلاص، ما هو قال لك جي جا جام، تمام. آه جاكيت. لكن تعالى بص بقى لو انت نطقتها بالطريقه الصح، جا جا، تحس ان في حرف دي قبلها. بص ازاي، هتلاقي انت هو بيقول لك جام وانت بتقول جام. بص الفرق ما بين نطقك ونطقه، هتلاقي نفسك بتقول جام جام، ما انت عارف الصوت الحقيقي، هو مش واخده. جام جاكيت، بص هو يقول لك جاكيت جاكيت، كانه بيقول لك هات لي الجاكيت اللي هناك كده، بص. لكن ده جاكيت، بص انت تقول ايه يعني انت بتقوله ده، اسمها جاكيت. جام جاكيت. جار، هو تلاقيه بيقول لك جام جاكيت جار، جام جاكيت جار، عشان هو خد الجي وخلاص كده تصرف نفسه. فانت هتحط دي قبلها، جام جاكيت جار، تمام. طب الكي لذيذة وجميلة شبه اسمها قوي، كا كا بس كده، كي كايت، تمام. كي سيز كا. ال ل، معلش سوري لو انت بتغيظ حد كده، ل لاين ليمن، يلا طرف لسانك كده على فوق سقف بقك كده، لاين ليمن، بس هي ل كده، لكن ما تقوليش لا، ما تقوليش لا، لان الناس حافظه وخلاص. لك كيكه، الها، امها، اف، ايه ده؟ هي خلاص انا عملت الصوت، ال ال ام بس كده، ضم شفايفك، مون ماب بس. احنا هناخد الاصوات لحد الام كده النهارده، هناخدهم على جزئين. يبقى انا هقولها تاني قبل ما اسال، اي سيس ا، بي سيس ب ب، زي البه بالعربي، ما تفكرش انك تضم شفايفك. سي سيس ك، دي سيس د، اي سيس ودنك ودنك عشان ما تنسيهاش، ايه انا مش سامعك يا مس سمر، ايه. اف سيس ف، جي سيس غ، اتش سيس ال، اي سيس ايه، اكسر لتحت رجلي وجعاني، جي سيس جا، دي خفيفه قبلها، جا جا جا. K sees k k k, L sees l l, M sees m m. بس دي كده sounds of the letter، وادي دي الاصوات بتاعتها، عشان لما تحب تتاكد انك نطقك صح هتطلعها بنفس الاصوات دي لحد الصوت اللي احنا واقفين ايه، لحد الصوت اللي احنا واقفين عنده.